عن التول باليت. التول باليت هي الجزء اللي على الشنيل ده، هناخدها عشان نعرف نشتغل عليها، هناخدها نحطها في النص هنا عشان نبقى شايفينها. اي تول من اللي انت شايفهم دول دلوقتي ليها اختصار، ليها حرف بينده عليها. من الكيبورد بتاعك لو انت دوست V هتبقى اخترت اول تول من فوق اللي هي الموف تول. الموف تول طبعا معروف هي بتعمل ايه، او اسمها واضح ان هي بتعمل ايه، بتموف. الجزء اللي بعده على طول اللي هي الريكتانجلر ماركي او الماركي تول عموما. الماركي تول اللي اختصار بتاعها ان، بمجرد ما بكليك ان بتظهر دلوقتي ان انا واخد الماركي تول او ريكتانجلر ماركي تول. طيب ليه انا بقول ماركي تول وريكتانجلر ماركي تول؟ هي بدل التول معاها المثلث الصغير ده، تعرف ان في تولز ثانيه مستخبيه، لو عملنا كليك شويه كده هيظهر لك التولز اللي مستخبيه. مين مستخبي تاني مع الريكتانجلر ماركي؟ في الاليبتيكال ماركي او البيضاوي، الشكل البيضاوي. يعني لما نبتدي نعلم حاجه هناخد، بدل ما هناخد مربع او مستطيل في السلكشن هناخد دايره في السلكشن. انت هنا عندنا، احنا عندنا ان فور ريكتانجلر ماركي وعندنا ان برضو فور اليبتيكال ماركي. طب ننقل ما بينهم ازاي عن طريق شورت كات؟ دي ان ودي ان. اوكي تعال عليها. لو كنا هناخد الموف تول، ادي الموف تول، هناخد ماركي تول، ادي الماركي تول. لو عايزين نغير الاليبتيكال ماركي تول هندوس شيفت وام. اوكي التول اللي تحتها على طول اللي هي دي اسمها لازر تول. لازر تول برضو معاها حاجات مستخبية. اول واحدة فيهم اللي هي اللازر تول اللي هي العادية خالص، اللي بعديها على طول اللي هي البوليجونال لازر تول، اللي وراها اللي هي الثالثة اللي هي الماجنتيك لاسو تول. زي ما اتفقنا نعمل سيلكشن ما بينهم ازاي، او ننقل نفسنا ازاي ما بينهم. احنا دلوقتي جوه اللاسو تول، يعني عايزين حرف ايه، واحنا فعلا مختارين واحدة منهم. طب يبقى شيفت ال. اوكي اللي تحتها اللي هي اسمها الماجيكون، كليكت عليها الماجيك وين تول. اوكي وبرده مخبيه حاجه ثانيه معاها. اوكي معاها حاجه جديده اسمها كويك سيلكشن تول، برده بتعرف تنفذ نفس الوظيفه بتاعه الماجيك وين بس بشكل ثاني مختلف، هنشوفها في شرح منفصل ليها. برده عشان ننقل ما بينهم اتفقنا نعمل ايه؟ هنعمل شيفت وام، احنا رجعنا الليبتيكال ماركي. اوكي دبليو دبليو شيفت ودبليو بينقلنا ما بين التول والتاني. اوكي التول اللي تحتها اسمها كروب تول، الاكستنشن بتاعها سي. مفيش حاجه تانيه معاها، يعني مش هنقدر ننقل ما بينها او ما بين واحده تانيه. اللي وراها على طول اللي هي سلايس تول. السلايس تول الاختصار بتاعها كي فور نايف، يعني كي معاها سيلكشن سيلكشن سلايد تول اهي عشان تقرا اساميهم، كليك عليهم واقراها، او روح في مكان عليها لحد ما يظهر البالون بتاعها. تمام اول مجموعه دي اسمها مجموعة السلكشن، كل الوظيفة اللي فيهم أو كل الشغل بتاعهم عبارة عن سلكشن، بغض النظر عن الطريقة اللي هما بيشتغلوا بيها، هما كلهم من فئة السلكشن. الموف تول بتساعدهم، يعني هي بتيجي وراهم، أو هي التول الأساسية بتاع التحريك. يعني أنت عملت سلكشن هتعمل تحريك للسلكشن ده عن طريق الموف تول. هنبص المرة الجاية على باقي التولز.